السلام عليكم واهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم مطبخ وتدابير دداح. اليوم ان شاء الله انا راح ندير العشاء ديالي سباغيتي بالمرقاس. بصح راح نديرو بطريقه مختلفه، طريقه شابه زوينه. واش نسحقوا عندي هنا باكيتا سباغيتي تاعي، ها هو اللي ثاني حليتو. عندي طيل تاع مرقاس بيان سور يكون فريشك ويعني جديد. عندي هنايا 3 حبات طوماطيش، وريقات تاع الرند، حبيبه بصل صغيره برك. البصل انا نديرو السباغيتي بالمقارون باش يعني ما يجيش ثقيل، هو يعني بالثوم يجي فريمون بنين، بصح كي نديرو البصل يجي خفيف يعني ما يوجعناش في الاستوما. فوالا قلت لكم الثوم الرند البصل الطوماطيش بيان سور نسحقو زيت. انا هنايا مارغارين باش ندهن بها السباغيتي تاعي. لي زيبيس نسحق، انا عندي هذا ايبيس تاع المقارون سبيسيال مقارون، عندي فلفل كحل وعندي فلفل عكري. فوالا كيفاش نديرو الطريقه. اول حاجه قبل ما نديرو لاصوص تاعنا نوجدو سباغيتي. واش راح ندير انا هنا؟ فوالا نحكم المرقاس ديالي هكذا. المرقاس ديالي شللتو بشويه ما وشويه خل، على بالكم اليدين وكامله البوشيه الوغ لازم فتره خل وشويه ما. كيفاش نديرو؟ نحكم كميه هكذا تاع سباغيتي، شوفوا ماشي بزاف كيما زعما لا كونتيتي اللي نرفدوها بلا فورشيت كي نعودو ناكلو. ونحكم ها هوريك المرقاس ديالي، شوفوا كيفاش ندخل هكذا. شوفوا نزيد باش تشوفوا مليح هكذا، ها هوريك. وكلي زعما راني ندير في المتارق تاع الشوا تري فاسيل. انا كملت كامله هذه الكميه ومن بعد يعني نكملوا الوصفه كيف كيف. وهنايا كي وجدنا كامله لي بروشات تاعنا تاع سباغيتي، هنايا يعني غليت الماء غنزيد له شويه. واش ندير؟ الماء هنا راهو يغلي، نحط هاهم ليك لي بروشات تاع سباغيتي هاهم ليك، نحطهم هكذا برك. وكي يبدا يعني الماء يغلي شوفوا هكذا فقط ندير قطره تاع الزيت باسكو ديجا المرقازه وفيه الزيت، شويه ملح ماشي حاجه، ونخليهم هكذا هاهوليك. وهنا نروح لاصوص تاعي، راني شعرت تاع الطنجره ديالي ندير مغرفه هكذاك هابوبخي تاع الزيت فوالا هكذا. انا هنايا خليت حبيبه تاع مرقاس باش نبنن بها لاصوص هاهي ليك فوالا. هنا درست شويه يعني هذوك السنينات تاعتهم في المهرس هاهو ليك مع شويه تاع الملح فوالا. عندي حبيبه تاع البصل صغيرة هنا نخليهم يتقلاو شوية والمرقاز يطلق لنا شوية تاع ليدام ديالو. بون المرقاز يا ديروه في الدار يا تخيرو كوميم واحد كونفيونس فوالا. وهنايا كي تبان لي شوفو البصل والثوم منخليش كوميم يتحرق، ندير الطوماطيش لي رشيتها فوالا، نزيد الرند وهنايا ندير فلفل عكري هكدا، ندير شوية كركم شويه فلفل كحل شي بزاف. قلت لكم عندي هاد لي بيس تاع سبيسيال صوص روج
الملحه اللي درت في الثوم، نغطي عليها ونخليها تتقلى وطيب عقلها. سباغيتي تانا، وبالنسبه لسباغيتي تانا نحسبوا لها من 8 الى 9 دقائق با بلوس، ماشي خلوها حتى يعني تعجن كاملاتك يعني. فوالا انا دوك نعسها، خليها 9 دقائق يعني 8 ل 9 دقائق نفيري فيها ونطفي عليها ونصفيها. راهو ليك طبق تاعنا، راهو ليك واجد. يعني سباغيتي بالملقاس، حاجه باينه كي تكون لاصوص طايبه يعني مليح تجي بنينه. انا هنايا حطيت يعني كل واحد يدير لاصوص كيما حب، يعني ما خلطتش لاسباغيتي ديالي بلاصوص، وكل واحد عنده الخيار. تقدموا هكذا، ديروا لاصوص هكذا في دي غامكان، ولا ديروه يعني في طبسي، وكل واحد يعني ياكل سباغيتي ديالو كيما حب. انا دهنته هنايا قلت لكم يعني بالزبده، وشوفوا الشكل ديالو يعني طريقه التقديم هي اللي تجي شويه مختلفه. هاي ليك، شهيدكم بالصحه ان شاء الله. طبق بنين ويعني طريقه مختلفه، مليح كي لي بتيت جون في تاعنا نعطوهم هاد الاطباق اللي يعني يحبوا شويه تسعة الخاطر. هذا ما كان سينو اون فوا نوجدوهم اون باك لاصوص، راكو تعرفوا بلي كالي فريمون فاسيل. هذه اخواتاتي ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم تكون عجبتكم، ما قادرين نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.